سيب الشنطة. مش هسيب الشنطة. بقولك سيب الشنطة. حرام عليك الشنطة فيها كتاب دين. بقولك الشنطة فيها كتاب دين. ما تطلعيش الزمزمية. أنت تعرفي ربنا أنت. طب تعالي. أنا جامد 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 جامد. عرفنا إن أنت جامد 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 جامد. إيه يا عم مالك؟ شفت اللي حصل معايا يا نور؟ إيه اللي حصل؟ مس ميرفت يا نور. مالها؟ رحت لها امبارح وواجهتها وقلت لها انا بحبك بحبك وعايزه اتجوزك. وقالت لك ايه؟ قالت لي انا ما بحبش العيال. قلت لها انا مش مستعجل على الخلف. صح والله عندك حق. بص انا اتفرجت على حته فيلم امبارح. فيلم ايه؟ عمر وسلمى. ده بتاع مين ده؟ تامر حسني ومس حمدان. مس حمدان؟ ودي بتدرس ايه دي؟ بص انا هحكي لك حكايه بقى. فكني بقى يا نور بقى مخنوق يا نور. بص يا سيدي انا كنت ماشي كان في اتنين ماشيين برضو معايا تمام. اول واحد بقى كان ايه؟ كان ايه ده؟ لا ده كان كلب معدي في النص عادي مفيش حاجه. بس يا سيدي فاهم الاولاني عمل ايه بقى؟ اتصالحوا خلاص. انا بتفرج على طيور الجنه يا نور. لا يا نور انت مش فاهمني يا عم. ولا انت فاهمني ولا انت. هي مش بتحبني. المزيكا خلصت هنعمل ايه؟ لا نعيدها من الاول عادي ما فيش حاجه. يا سلام. شايف البامبرز اللي انا لابسه ده كبير ازاي؟ ايوه. بقالي 3 ايام بعمل كل حاجه فيه ومكفي عادي. ايه يا عم ده؟ امال ايه اللي بينقط ده؟ لا ده بتاع التكييف. والله يا عم انت عسل. والله انت اللي عسل. ربنا يخليك. احنا نبقى اصحاب بقى. ليه ما نبقى اعداء؟ نبقى ايه؟ اعداء. ايه الطفل ده؟ الطفل ده اعداء ليه يا ابني؟ احنا لسه في اول يوم في الحضانه نبقى اصحاب. ماشي ماشي. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي شعبان. ايه ده؟ في اب يسمي ابنه الطفل البريء الصغير شعبان؟ يا عم انا هفضل طفل من اكيد هكبر. لا لا انت باباك عايز يعقدك. يعقدني ايه يا عم؟ امال انت اسمك ايه؟ اسمي نجفه. انا مش هرد عليك. لا لا ده الدلع. انما الحقيقي هشام. شام. شام. بقول لك ايه ده؟ ايه انت مال سنانك صفره كده ليه؟ لا يا عم الصفره. لا انت بتاكل حلويات. لا والله العظيم. لا دي مش شوكولاته. والله مش شوكولاته. والله مش شوكولاته. والله ده مش شوكولاته. مش شوكولاته. والله لا. امال من ايه؟ من سجاير. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل اللي انا قابلته في الحضانه ده؟ يخرب بيتك سجاير. خد اقول لك على حاجه. بما اننا بقى بقينا اصحاب. قول قول. انا هقول لك على سر خطير. قول. انا في واحده بحبها قوي قوي. وهي بتحبك؟ بتموت فيا. يا لهوي. اقول لك على سر اكبر. قول. بستني. البت دي معانا في كيجي 2؟ لا في رابعه حقوق. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل الاسطوره اللي انا قابلته في الحضانه ده؟ يا حول الله ده انت غريب قوي.
اما لما انت في كي جي 2 وبتشرب سجاير وبتبوس بنات، اما لما تبقى في ثالثه ثانوي هتعمل ايه؟ هتزرع بانجو؟ يا عم بانجو ايه يا عم انت؟ انا على فكره حبيب الله بجد؟ اه والله. ليه بتعمل خير؟ خير ايه؟ مش ليه؟ الاطفال احباب الله؟ ايوه. انا طفل ابقى حبيب الله؟ صح. وانت؟ انا حبيبه العدلي. امال انت فاكر ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ باص المدرسه جه، يلا الرابعه. اركب اركب، بقول لك اركب وانا هعمل السواق. ماشي تمام، يلا يلا. ايه ده ايه ده، وقفت ليه؟ اشاره. اشاره ايه ده؟ كمين يا ابني. طب ارمي بقى الوزن التقيل لنتقفل. انا مهما تخنت رفيع، وانا مهما عليك مش فوق. يا جيزو. ايه يا يوسف؟ تعالى بقى. انا جاي اهو. ما يستهلوتي ما يستهلوتي ما يستهلوتي. يلا بقى نشغل اغنيه حلوه كده ونقعد نرقص عليها. لا لا، انا مش هسمع اغاني تاني خلاص. الاغاني دي حرام، كل يوم تسمعني اغاني وتطلع حرام واخد ذنوب. لا لا لا، الاغنيه دي مش حرام. لا. طب بص، لو طلعت حرام قول لي هقفلها على طول. يا عم طويل ايه ده؟ انا بالنسبه لعيلتنا عادي اصلا كذب. ده انا اخويا الوسطاني من كثر ما بيخبط في النجف وسطه بايظ. وبابا مش بشوفه بقى، بشوف ركب معديه في البيت. والله عيله غريبه. طب هو بابا مش بيبوسك كل يوم وهو نازل رايح الشغل؟ ساعات بقى، بس بطل اطلع له في السباك وهو ينزل الشارع يبوسني ويمشي. امبارح واول ما شفتوش. ليه؟ ماما كانت ناطره الغسيل والبوكسر بتاع بابا كبير قوي. قفل العماره كلها، محدش عارف يروح شغله بقاله يومين. ايه ده ايه ده زيزو والنبي؟ طب ممكن ابقى اجي اتصور وانا باكل باباك؟ اه ان شاء الله. انت عارف مين اللي بيصعب عليا في العيله دي؟ مين؟ ماما. ليه؟ قد كده بندوس عليها غلط واحنا ماشيين. معلش. بقول لك ايه، يلا بقى نلعب لعبه حلال بقى. يلا يلا نلعب تسابيح. تسبيح. انت تسبح وانا ادي عليك. يلا 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 زيد. بس لا ما تعيطوش، اللي عرفت ان ما حدش هيعبرنا. يلا نلعب. ولا يا نور. ايه؟ ما تقولش لشعبان ان انا مستخبي هنا. ها؟ حاضر. ولا يا نور. ايه؟ ما تقولش لهشام ان انا مستخبي هنا. ها؟ حاضر. قلت له ليه يا حمار؟ هات. ايه ده؟ ولا يا شعبان. ياد يا شعبان. هات ياد السندوتش ياد يا شعبان ياد. هات حته ياد يا شعبان ياد، ما يبقاش كده ياد. هات حته ياد يا شعبان ياد. هات حته ياد يا شعبان يا حته صغيره ياد يا شعبان ياد يا شعبان هات حته يا ياد يا شعبان يا ما تبقاش كده يا ما انا بديك ياد هات حته يا ده انت حته صغيره يا ده شعبان يا شعبان. يا
يا لهول لهم يا لشعبان يا يا مماشي قلبك اسود يا يا شعبان هات حتة يا شعبان يا هات حتة يا يا ما يبقاش قلبك كده يا هات حتة يا يا ده احنا لسه مستحمين يا هات حتة يا يا هات حتة يا ولا يخرب بيت ايامك خد يا عم يا ابن الكبل الطفل ده الطفل الاعجوبه ده خرب بيت ايامك عايز ايه بقول لك ايه انتوا صيفتوا فين السنه دي احنا صيفنا في مارينا ايه ده بجد اه والله احنا صيفنا في مراسي قذره مارينا احلى لا مراسي احلى مارينا مراسي مارينا مراسي ولا يا نور ايه انتوا صيفتوا فين السنه دي احنا صيفنا في راس البر ايه ده دي غابه دي ولا ايه دي حته احلى من مارينا ومن مراسي بس عشان انتوا ما رحتوهاش يا اخويا يا عم اتنين ايه ده انا اصلا عمري ما سمعت عن حته اسمها راس البر دي لا في اصل بابا كان عنده ندوه شعريه هناك وخدنا معاه ايه ده انت باباك شاعر اه انا بابا هشام الكخ ايه يا لا وانت باباك هشام المخ اه والله ده انت بقى جامد قوي زي ابوك ايوه بص لسه كاتب قصيده هسمعها لك يلا ماشي راس البر يا راس البر انت زيك بعد الشر نقول تاني لا راس البر يا راس البر انت زيك بعد الشر جايلك حابب مش مضطر قمت صحيت الجو حر قلعت البنطلون شيء بديهي هو ده الشعر اه طب على فكرة احنا بنعرف نقول شعر الباباك هشام واحسن منك 100 مرة لا ما بتعرفوش والمصحف بنعرف طب وريني قول له يا شعبان يا اقول له قول له ايوه بخير الشعر ده اللي بالشعر بص بقى راس البر دي من الاخر شفت بنقول شعر ازاي راس البر دي كلمة عيب ايه؟ لا راس البر مش عيب راس صدر هي اللي عيب معروف اعرف بقى المناطق اللي عيب مش اللي من العيب عشان انا مش هسافر معاك مش هقعد اسافر معاك حاضر انت عارف يعني ايه راس البر اصلا؟ ها؟ عارف يعني ايه راس البر؟ ما عرفش ما عرفش ما عرفش ما عرفش بص بابا ايه ده؟ جاب لي معاه سيف بينور وبيطلع اصوات يا نهار ابيض بيطلع اصوات اه طب طلع علينا صوت كده بص بيعمل بيت بوكس ازاي ورينا ايه السيف المعفن ده ما بيطلعش اصوات نظيفه لا بيطلع طب طلع علينا حاجه نظيفه منا 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 في سيف بيعمل الهبل اللي انت بتعمله ده قال ايه القرف ده انت باصص لي كده ليه يا دي انت يا انت ابوك مين على البصه دي بقى انا بابايا محمد رمضان
ايه ده الممثل؟ ثقة في الله هننجح. ده ما شاء الله ده محفظك بقى تقول ايه؟ ايوه. طب بقول لك ايه، باباك محمد رمضان فعلا؟ ايوه. مش ده اللي بيقول اديك في المطر اتمطر واديك في رمضان بيبسي يفطر؟ ايوه يا عم هو ده بابا. ده جامد قوي. انت باباك مين؟ انا بابايا دكتور. ده بيدي ايه؟ ده يديك في الحقنه تعيط. اه والله. خلي بالك. ماشي. من الاخر. بقول لك يا ده شعبان. ايه؟ هات ميه ريق ناشف يا ده شعبان يا. يا ده شعبان يا. يا ده شعبان مالك ماسكها كده ليه يا ده شعبان؟ يا ده انت شويه يا ادري ناجي بموت من السبعه في المدرسه يا ده شعبان يا. يا ده بق ميه يا ما يبقاش قلبك كده يا. يا ده الميه سوام يا. يا ده شويه يا ده شعبان. يا ده شويه يا ده شعبان. يا ده ما تبوسهاش يا. هات شوية يا. يا ده هات خمبة يا. يا ده هموت يا. يا ده هات شوية يا ده شوية. خد يا عم. يا ابن الكعب. يا منتن. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نرمي المية اللي جوه الزمزمية. أيوة. ونحط خمرة. ايه الطفل ده؟ ده طفل عدى كل الاعاجيب. يا عم اقعد بقى يا عم. شايل على مجنون. والله انت دماغك دي هتوديك في داهيه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هات الزمزميه. والمصحف ما تاخدها. هات يا دي الزمزميه يا. لا. خد يا دي الزمزميه. لا مش هديها. خد يا دي الزمزميه. يا يوسف يا يوسف يا يوسف يا يوسف. ايه ايه عايزه ايه؟ بقول لك انا زهقانه وعايزه اخرج. تعال تعال نروح السيما. ماشي تعال نخش فيلم عنتر وبيسا. ايه الانحطاط الاخلاق اللي انت فيه ده؟ فيلم امي يا عم. امك مين؟ صافي ناز. يا بنت الجامده. ايه ده بس مش هينفع نخشه برضه. طب نخش فيلم الحرب العالميه الثالثه. لا لا فيلم ابويا يا عم. ابوك مين؟ الثلاثي هشام وفهم وشيكو. لا مش هينفع مش هينفع ندخل الفيلم ده. اقول لك على حاجه حلوه. ايه؟ ندخل الفيلم بتاعك انت. فيلم ايه؟ الفيل الازرق. انا مش هلعب معاك تاني. ليه بس؟ والله ما هلعب معاك تاني. والله الفيل حلو. يلا يلا قالوا نلعب نلعب. فتحي يا ورده قفلي يا ورده. فتحي يا ورده قفلي يا ورده. هنا ورده وهنا ورده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي مش بتتغنى كده خالص دي. امال ازاي؟ ماما ماما لا 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 مانا مانا لا 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 سايبة الشارع كله ماشية على القضيب يا غبية. حسبي يا ولية رجلك الزرقاء. يا غبية يا بنت. عيني علي فوق كتفه هموم جبلي. يا غبي قوم. يا غبية. لا بره يا غبية. انت بتلبسي بامبر زينا؟ اه
بجيب اتنين وبفتحهم على بعض زي فاقتنا القديمة. طب خلاص خلاص يلا اعملي. ماشي. جالي خبر حلو؟ شنب وماما عندها شنب. يعني بقى ايه انت امك هما ليه بقى الولاد عندهم شنب؟ الولاد عندهم شنب عشان هيبقوا ضباط، انما البنات هيبقى عندها شنب ليه يعني؟ هيطبخوا بيه. طب ما انت امك عندها شنب وما كلمتكش في حاجه. يا بنتي احنا عيلة ملتزمة جدا، دي تيتا الله يرحمها كانت دقنها لحد هنا. يا حلو يا شنب. ايه ده انا بتشقت بقى. لا بصي انا ملبس شنب عشان ابقى ظابط زي بابا. انت ولا عمرك هتكون ظابط. ليه؟ لان الشنب ده مزيف. ايوه انت لازق الشنب ده. لا بتاعي ده وهم. شنبي سراب. لا اقلع الوهم ده. لا مش هقلع الشنب. انت ايه؟ انا هبقى ظابط زي بابا، ظابط. انت عارف بقى انا ايه؟ انا هبقى مدرسه زي ماما واعذب الاطفال. وانا هبقى ظابط وهنفخ مامتك وهنفخ الاطفال وهفسيكي. انا ايه؟ امك. اسمعني يا باشا. انت هتدخلي لي قافي يا بت؟ يا شباش. امي كانت فين من الساعة 7 ل 7 ونص وانا واقف بستناك؟ كانت فين؟ انت ما قلتني يا باشا. اعترفي. اقول يا باشا. اعترفي. اقول يا باشا. قدامي يا بت على الاسم. عادي يا باشا. قدامي على الاسم. عادي يا باشا. اسويش رامي. امرني يا باشا. اعملي فنجان سيريلاك على مية ساعة. حاضر. الغي يا امولة. انا بس اقول على كل حاجة. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. وكمان زيد النبي صلاة. أفضل صلاة وسلام عليك يا نبي. ماما يا سيدي. هيا بقى إيه؟ في ولد جاي من مدرسة تانية. الولد دوت أمه بتشتغل نجارة وبتبني عمارة. شوفي الشطارة. المهم يا باشا، اسم الله على مقامك. عمته بتشتغل فوافير واسمها سميره وايدها كبيره. عليك نور يا باشا. هي دي حكايه ولا حدوته ولا ايه؟ يا باشا ده لغز. لغز؟ أه. كل ده لغز. يا عزيزي يا باشا. بس يا بت. حاضر يا باشا. واي كلام في الببرونه كده؟ يلا يا بت قولي. اقول يا باشا. المهم هيا بقى ماما قاعدة مع أمه وأبوه وبتقول لهم هو هيحصل له إيه في المدرسة بتاعتنا. أذكر كم عدد كلمة ماما في هذه الحكاية؟ الله دي حدوتة حلوة حلوة قوي قوي. قومي يا بت. بتهزري معايا يا بت؟ بتهزري في التحقيق؟ بص يا بت تعالي هنا. مش عايز اشوفك صدفة وإلا هلفت الكعب داير على الكلاسات. حاضر يا باشا. اختفى يا بت. ايه ده راحت فين؟ حلوة اللعبة دي. ميلادي ده بدوبة تخينة. عيد ميلادي ده بدوبة تخينة. يا اختي ده دبدوبي الكبير. ولا بدلعها ولا نادية لطفي. يا حلو يا كراوي.
كراوية ده حرام. حرام ليه بقى؟ ما هو مش بيعمل بالبيت. لا بيعمل. ايه ده افيه بجد بيعمل؟ بس انا بغيره. ده حرام حرام عشان ده اصنام. ويعني ايه اصنام بقى؟ مش عارف، هو بابا قال كده، هو حرام. يا عم انت بابا كل حاجة ابوك هيقول لك عليها تقول لنا احنا كلنا ولا ايه؟ بس يا تعبان عشان انت وباباك والسبكي هتخشوا النار مع بعض. ان شاء الله. يه هي كل حاجة حرام يا دي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تمسكوش ولا تلعب بيه، ماشي؟ ايه بقى؟ السلاح ده؟ ده سلاح التلميذ. لا يا عم ده متوت جزء من شخصياتي. هو حرام يعني حرام. بقول لكم ايه يا جدعان، الواد ده والله العظيم شكله في ثالثه ثانوي ومش في كيشته. ايه رايك بقى انت زي ما قال بابا قبيح شبه اهل النار. طب تعال والله لا تقلق. ايه ده ما تتلبوش بعض كده بس بقى وانا مش موجود. خلاص 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 ما تتخانقوش. بصوا معايا مصاصه. مصاصه انا كمان. المصاصه حرام. لا هي مش مستحبه. بس بقى عشان انا زعلان بقى. انت ليه زعلان بس؟ ده انا حتى هغني لك. لا بس بحب الغنى، غنى حرام. هاتولي اكل. هاتوا هاتوا اكل. شكرا. ممكن بقى ممكن تغنوا بس تغنوا حاجه حلال يعني تواشيح كده حاجه خفيفه. يلا 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 نغني. قطتي صغيره واسمها نميره لعبها طويل ذيلها تتغنى كده خالص دي. امال ازاي؟ قطتي ياه قطتي ولا ايه؟ موس صغيره اه اسميش نميره ولا ايه؟ موس صغيره ولا ايه؟ اسميش نميره ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي ياه موس صغيره ولا ايه؟ اسميش نميره ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي ياه انا موس صغيره ما اسميش نميره انا موس صغيره انا بقول لك اهو. ما اسميش نميره انا بحذرك. انا بقول لك ايه؟ استنى انت من فضلك، استنى انت من فضلك. حسام حسن لعب من غير خط. انا بقول اهو. برشلونه وعندي كمان اللبس بتاع اس ميلانو وعندي اللبس بتاع البرازيل وعندي لبس بتاع غزل المحله. ايه ده انت عندك بقى كل الملابس؟ اه وعندي اللبس كله اصلي مش مثلا تقليد من اللي هو بيجيبوه. لا اصلي مش اللي هو تقليد يعني عارف اللي هو بيبقى اصلي مش اللي هو مثلا تقليد وكده. لا اصلي بقى كله. كل لبس بيبقى اصلي مش تقليد بقى. طب هو انت ليه مش لابس لبس المدرسه بتاعنا؟ عشان عاوز كده لان انا بابايا قاعد مع المسات ومع المساطر وقال لهم ان انا عايز اقعد البس اللبس اللي انا عايزه وهم قالوا خلاص هو يلبس اللبس اللي هو عايزه عشان هو انا عندي اللبس كله لان هو بابايا هو قاعد مع المسات ومع المساطر. يا روما انت باباك بيشتغل ايه؟ انا بابايا سيد ابو كريكا. اللي هو بيقعد يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا كل شويه يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا وفي واحد اسمه شريف اللي هو بابا برضو اللي هو كان جون ويقعد يحدف عليه الكوره كده كانه بيبصيها بس هو ايه بيجيب فينا اجوان بابايا اللي هو بقى ايه بتاع المنتخب. ايه ده؟ باباك بيجيب اجوان في المنتخب بتاعنا؟ اما مش عارف يجيب في المنتخبات التانيه.
طيب كويس. وهو اعتذر. اصلا اعتذر اللعب خلاص. امال ايه؟ بس انا بابايا ايه؟ وانتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مريم. ما انت مش لابس صاحبة الفصل. انت مين؟ ايوه عن اسمك ايه؟ مريم. بتضحك تاني. بنت مين؟ مش لميس صاحبتي. مريم بنت ميس لميس صاحبتي. ومين كمان؟ انا هشام. هشام ازيك؟ الحمد لله. انت ازيك يا هشام؟ انا الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا كويس. اخبارك ايه؟ ازيك يا هشام؟ الحمد لله. الحمد لله. ننزل ولا ايه؟ تيجي ننط في البحر؟ هشام ازاي؟ الحمد لله. وانت ابن ميس من لميس؟ اه من صاحبة الفصل. انت ابن ميس من لميس؟ اه انا ابن ميس لميس يا عم. ابن مين؟ ابن ميس لميس. بتاعت ايه في الفصل؟ اللي هي صاحبة الفصل. اه يا صاحبة الفصل كله؟ اه. وانت عامل يعني بتشتغل ايه مثلا؟ انا بشتغل ايه؟ انا لسه. انا بابايا هو اللي بيشتغل. باباك بيشتغل؟ بيشتغل ايه؟ دكتور. لا راجل. والمتعب. لا راجل. اه والله العظيم. بيشتغل دكتور؟ دكتور اطفال نساء. يعني بيعالج البنات صغيرين؟ ايوه. لا انت باباك جامد قوي. هو عندكم مين كمان؟ والواد شعبان صاحبي ده متشرس. ازيك يا شعبان؟ انا شعبان وماما حامل. مامتك حامل؟ او متخبي الفلوس تحت الكومودينو. طب عندك اسرار تانية عن بيكو؟ برشم واجيلك. برشم؟ فظيع، طفل فظيع. ايه ده؟ اه والله طفل بس ب 100 راوي. وعندكم حد تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاكره اتش. هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده. ايوه. لو مين؟ انت عزمي. عزمي مين؟ صاحبنا من زمان قوي. من زمان قوي احنا في كيجي 2. مين اللي هو مين؟ انتوا كنتوا فين؟ فاكر لما كنا بنغني مع بعض؟ ايه؟ اللي هي الاغنيه اللي بتقول البطه بتقول كارك والقطه بتنونو والمعزه بتقول ماء والكلب بيهو هو 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 هو. اه ده مش فاكركم. ايه ده؟ لا انا عارف اللي هو العيال اللي كانوا معايا اما كنا بنقعد نغني وبنقعد نقول الكلب لولو يا ما قالوا له بلاش تعض قط الجيران نو نو ده قط شاطر ناصح وماهر وكمان بيصطاد الفيران هو هو. ايوه هو هو هو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه صح احنا اللي كنا فاكرنا بقى. لا فاكر خالص. بص وانا بقعد العب بالكوره ازاي واللي هو من غير ما ابص عليها وبص ممكن اشوط فيكوا كامل كده وما تجيش في حد خالص. اه وانا مش علمك. عزمي عزمي. انا اميره. اميره انت مين؟ انا اميره وماما رقاصه. مامتك رقاصه؟ اه. طب قولي مصاصه. مصاصه. امك رقاصه صح مش هي دي؟ وانا يوسف وبابا محامي. باباك محامي؟ اه. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. وانت طفل؟ اه. يا بختك ده دور الطفل ده صعب قوي. حسيت باللي انت كنت عامله فيا؟ هي كده بس؟ اه بس خلاص. اه يعني كل ما ابقى عبيط اكتر ابقى طفل يعني. اه. يا اهلا ازيك يا طفل؟ الحمد لله. انت باباك ايه؟ انا بابا محامي. بجد؟ اه والله. اللي هو بيقف جوه البتاع؟ ايوه بيقف جوه البتاع. وبيقعد يقول انا مصر. ايوه. وعايزين له مش اعدام. اه. يا ومين عندكم تاني؟ انا زياد. وانت هتخد في النار. اخش النار ليه؟ عشان عملت ايه طيب؟ عشان الكرة دي حرام. حرام ليه؟ عشان كرة كفر. ربنا يغفر لك. ايه ده يا طويل؟ وانتوا مين تاني؟ انا بابا ظابط. وانت اسمك ايه؟ انا الرائد كريم. رائد الفصل. ايوه. ازيك يا رائد كريم؟ يا رائد كريم الحمد لله. يا وشنب بجد. اه يا عم الحمد لله. تعالى بقى. آه. اي حاجه تعوزها قول. ده فصل حلو قوي. انا سميه. انت سميه؟ اه. وبابا وماما مسافرين بره مصر خالص. يعني انت قاعده لوحدك؟ اه انا والدادة بتاعتي. طب وزعت الدادة بقى وهجيلكوا بقى. ها ماشي تعالى ذاكر معايا.
قال يعني نذاكر يعني. ماشي يا سميه ماشي. بلغ الاسعاف بسرعه. اتلونا وده ايه ده؟ ايه اللي حصل له؟ انت بتقول ايه اللي حصل له؟ بصوا بصوا. ابعد 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 عشان البصمات. محدش هيتحرك. انا بقول لكم اهو لحد ما نلاقي مين اللي قتل كلاوي. قولي لي يا ليلى، الواد ده كان عليه اعداء؟ عليه اعداء؟ لا خالص والله، ده كان ضيم. ايوه هنتخانق مثلا مع بوجي، مع طمطم، مع عالم سمسم؟ ما هو عالم بقى. لا وهو انت فاكراه طيب؟ ممكن ما يبقاش طيب يا حضره الحرب. بص يعني هو ممكن يبقى مثلا اللي هو ده يكون مصاحب باربي. وبيقابلها تحت السرير وانت مش واخده بالك. الدباديب دي عليها حركات، قال عاملين لعب يعني، بس هم مش لعب. لا لا بيبقى حقيقي. لا كرابيا ما كانش كده، كرابيا كان طيب ومحترم خالص. لازم التحقيقات تبقى سريه، دي اعراض دباديب. انت صح يا صاحبي، وعلى راي سيد شيبة الله يرحمه، يا روح ما بعدك روح. سيد شيبة الله يرحمه؟ الله يرحمه. ياه، وعمل ايه؟ مات خلاص اتدفن. يا حول الله. طب وهنعمل ايه في الدبدوب ده؟ لا لا لا، هو ايه السرية دي؟ اصلا اصلا في حاجة اسمها حرية صحافة. مفيش الكلام ده ابدا. نافي. مفيش الكلام ده. نافي. ايه ده؟ انت عمالين تتكلموا وده راجل وسايبين كراوية بيروح مني، حرام عليك. وانا مش هنلحق نتستر بالاسعاف، احنا نشوف اي دكتور هنا، مش انتوا عندكم حد بابا دكتور؟ مين بابا دكتور؟ هشام بابا دكتور. يا هشام. هشام. ايوه هشام، انت باباك دكتور؟ ايوه انا بابا يا دكتور. ايوه انت ايه كبرت مره واحده؟ هشام. ايوه هشام انت باباك؟ باباك دكتور؟ بابا يا دكتور. ايوه ممكن اتصرف في الموضوع ده. ممكن نشوف ايه ده اول؟ انا مبدئيا يا بنت الشرط. ماشي هشام بس. ايوه خلاص. مبدئيا قبل ما انزل كده، الدبدوب ده محتاج نقل قطن عشان تبقوا فاهمين. استنى اما اشوف فصيله قطنه ايه ده بقى. يا نهار اسود. لا انا مش هعرف اكشف كده، انا عايز السماعات لو سمحت. السماعات. اتفضل. مانا مانا لا 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 مانا مانا لا 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 لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مساعد حمار على فكرة. ليه؟ هو مساعد حمار؟ يعني هو مساعد حمار؟ هو مساعد حمار فعلا. هو بيساعد مين؟ انا. وهو مساعد حمار يبقى انت ايه؟ يبقى انا حمار معروف. انت عادي فرحان. انا راجل يعني، وانا اخبي الحمار يقول على نفسه حمار. طب ممكن حد يقول له يا حمار؟ يا سلام. بعد هذا بعد هذا الدنيا يا ابن السما. ادي الحمار السما. ايوه هي دي. يا سلام. الحاله صعبه. يا نهار ازرق. ايه الدبدوب ده اتقتل؟ ايه يا نهار اسود اتقتل؟ يا جدعان يا جدعان، مفيش حد خرج ولا دخل من الفصل، يبقى اكيد اللي قتله موجود هنا. لا عزمي. عزمي؟ يا نهار انا؟ يلا نهرب يا هشام. لا يلا بسرعه. امال قلت لا ليه؟ عزمي ايه؟ لا بقول لك ايه، انا بابايا هداف المنتخب، انا ممكن اخليه ما يجيبش جوان. انا بقول لكم. لا لا يا جماعه حرام عليكم، ده عزمي حتى طيب، واحنا واقفين بنتكلم معاه من الصبح صح؟ مش كده؟ يبقى انا خلاص بقى هاجي لكم خلاص. يا جماعه يا جماعه، انا عرفت مين اللي قتل كراويه. مين اللي من ساعه ما دخل وبص عليه قال اصناف؟ اصناف اصنام يا حمار، اصنام. وبعد كده انا قلت اصنام بس انا واقف معاكم من ساعتها، انا ما عملتلوش حاجه. ايوه بس انت ما بتحبوش من ساعه ما شفته. وماله يعني؟ ايه ماله يعني؟ ايوه ايوه انت ما بتحبهوش، وانت اصلا سرير، وانت نوتي 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 كده. طب بص بقى، انا اللي قتلته وعشان هو حرام، واي حاجه حرام في الفصل ده انا هقتلها. بس خلاص اعترف، والاعتراف سيد.
بس خلاص هو فين؟ ايوه اعترف. ايوه اعترف على نفسه خلاص. ايوه والتانية ايه؟ مع سبق الاصرار. ايوه والترصرص. ايوه صح. يبقى هنقبض عليه ولا ايه؟ لا نقبض عليه بسرعة. يلا هتوه. انت باباك محامي؟ اه انا بريء. يلا هتوه. انا بريء. اطلع كنت عايز تهلب. اطلع. بس هو لازم نحاسبه دون. اقعد. لازم نحاسبه. ماما دايما بتقول لعم سامي جارنا. آه يا كرامية، ده احنا كنا بنخرب مع بعض، بنرن مع بعض، بنستمع مع بعض، ده احنا نزلنا البسين مع بعض مرتين. مش مشكلة، المهم ان احنا ما نتقفاش. ايه ده يعني ايه ما نتقفاش؟ معرفش، بس ماما دايما بتقول لعم سامي جارنا. انا زهقت منها على الاخر، بس بصي خلاص هيجي لها اخر الشهر وهيحكمها. مين باباكي؟ لا عم سامي جارنا. طلعيش الزمزمية. تعالي تعالي تعالي. يلا اطلعوا بره. اطلعوا بره عشان احنا عندنا محكمة بقى دلوقتي. يلا يا نحقق معاه الاول. يا حاج ظابط انا عايز اقول له حاجة قبل ما اتحقق معاه بعد اذنك. يلا روح. تعالى بص بص. تعالى تعالى يا زياد، وانت عمال بتقعد تقول ده حرام وده حرام، وانت كده هو بتكرههم فيك. قال يعني انت ما تقعد تقول ده حرام وتقعد تولع وتخرب، احنا هنحبك يعني وتبقى معانا. لا مش عايزينك تقعد تخرب، مش عايزينك تقعد تقول ده حرام. ها بص بص، ما دام بابا قال حرام يبقى حرام، مفيش نقاش. مفي يعني انا كمان حرام؟ كله حرام. لعب الكره حرام اصلا، بتبين الركب والركب حرام. يعني انا كنت عايز ادافع عنك بس انت تستاهل بقى. انت عايز مساعده حد يا حزابط؟ نعم. يلا شوفوا هتموتوه ازاي. يلا يلا. يعني انت مش عايز تعتلف؟ لا. مش هتعتلف؟ لا. طب خد دي. آه. برضو مش هتعتلف؟ لا. هتعتلف ولا اقعدك على الخلارة؟ ايه الخرارة دي؟ انا هجيب اتنين دول سيستيك واكلهم ووصلهم بويفر فانيليا. احط عصاية تحت لسانك، والتانية انت عارف انا هعمل بيها ايه؟ ايه؟ هبدلها عشان بتكسب. برضه مش هعترف. ايه ده؟ الواد ده مش عايز يعترف ليه؟ يا باشا ما هو اعترف بكل حاجة أصلا. في دبدوبين مقتولين في غيط قصب في الصعيد، والواد ده اللي هيشيله. بس احنا ما قبضناش عليه في غيط قصب. ما قبضناش عليه في غيط القصب، كده بقى في غيط القصب. برضه أنا مش هعترف، التعذيب بتاعك تافه ومش بيخوف. يعني إيه؟ طب اختار طريقة طيب. بص، أنت تجيب واحدة من البنات اللي في الفصل بس تكون عزيزة على قلبي، أوكي؟ وتخلي رجالتك يتهجموا عليها، وساعتها أنا هضعف واعترف، او اضعف واساعدهم. متعايز؟ لا الواد ده يروح المحكمه على طول. يلا نروح المحكمه. يلا نروح المحكمه. وانا القاضي. يلا يلا انا القاضي اللي هقعد احكم عليه. محكمه سنة حضرت القاضي. يلا هنحكم عليه خلاص. يلا في محامي ليه ولا مفيش؟ نسمع لسه. نسمع شهادته الشاهد الاول. ايه ده وانت ايه ده، انت باباك شغال ايه؟ محامي. ده بتاع ان مصر. ان مصر. عشان كده انت عارف. طيب انا عايز اسمع شهاده الشاهد. اشهد. قول والله العظيم، اقول الحق. انا خلصت الكلام اللي عندي يا سيادة القاضي. بعد الرغي الكتير اللي هو قاله
احنا هنضطر بقى نقعد نحكم عليه. وبس قبل ما نحكم عليه لازم يبقى في واحد مثلا بيقعد يدافع ويقعد يقول يا سياده القاضي. مين هيقعد يقول يا سياده القاضي؟ اشكر استاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي اتاح لي الفرصه كي اعلن كل خطاياي امامكم على الملأ. لقد ادركت قانون البزازات وتفوقت عليه، والاكثر من ذلك رضعت منه واتفطمت عليه. انا مثال للمحامي الطفل برضو. انا اكثر تفاهه مما يتخيل الناس جميعا. الناس عارفين عادي يعني. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا استثني احدا. اغيثونا اغيثونا ورضعونا واغيثونا. يا والله صعبت عليا. اتأثرت فيك؟ اتأثرت فيا خالص والله. يا حكمت المحكمة على المتهم الطويل جدا بالحرق. هنولع في هنولع حرية حرية جدا. اسكت اسكت يخرب بيتك. حرية يا جدعان حرية الحقيني. ايه يا عم في ايه اللي حصل؟ وانا ماسك المولوتوف وجاي احدفه راح خبط في الشباك اترد فيا راح مولعني. حرية حرية. اسكت اسكت بقى. الحقيني. مساء الخير، ايه اللي حصل؟ حضرتك انا كنت ماسك المولوتوف وجاي احدفه كده راح لبس في الشباك وترد فيا راح مولعني. حرية حرية. الله يخرب بيت الحرية عليك. الله يخرب بيتك. وحرية ولا 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 حرية ولا ولا ولا. ايوه قولي بقى مساء الخير، ايه اللي حصل؟ حضرتك مين؟ انا مذيع من قطاع التلفزيون. ايه ده؟ مسبيري كلها جايه تطمن عليا. الله قول لي ايه اللي حصل؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك والله. ايه استنوا 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 انا هجيبه انا هجيبه انا هجيبه. ايه اللي جابك المسرحيه دي؟ مش دي مش دي. مسرحيات دخلت في بعض كلها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ ايه ده؟ ايوه حضرتك ادوني. استني المبنى بتاعهم. حضرتك اديني 300 جنيه. ها ايوه عشان خاطر اولع في عربيه الشرطه. ايوه طب ما تاخد 300 جنيه وما تولعش في عربيه الشرطه. لا طب حضرتك ينفع تديني 250 جنيه اولع في العربيه وبعد كده اطفيها؟ طب خد 150 وطفيها. ايه يعني مين اللي هيحاسب؟ اهي هي انت. ايه يا جدعان ده؟ يعني دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انا ما اعرفش، انتوا اللي حفظتوني الكلمتين دول. انت هتعمل ايه حضرتك؟ حضرتك انا اي حد هيجي يولع في عربيه الشرطه انا هولع فيه. انا بقول لك اهو. انت هتولع؟ اللعبه دي وحشه. عارف احنا نلعب عريس وعروسه؟ نلعب عريس وعروسه؟ عروس وعريسه. وانت تلعبي ايه؟ العب عريسه. تلعبي عريسه؟ من عند احمد حسنين. بتقول اي كلام؟ ايوه اي كلام. يلا نلعب. مين احمد حسنين؟ الواد ابو الشعر ده. تلعب انت وهو؟ طب واحنا نقعد نتفرج. ماشي. انت بقى عندك نون في بطنك. النونة دي مش نونتي. والله العظيم نونتك. مش نونتي ونعمل لها تحليل دي ان قطن دلوقتي حالا. والله نونتك باينة في الشمارة اهي. مش نونتي. نونتك. مش نونتي. بس هسقطها لك. ما تسقطهاش. هسقطها لك. هو عشان امك مدرسه تسقطيها؟ ايوه انا قلت هسقطها لك. ما تسقطهاش. اسكتي. هو هيتكلم. ما هيتكلمش. هيتكلم. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ليه؟ ما فيهاش حضارة. قول لها تسكت. ما هسكتش.
اسكتي ما اسكتش اسكتي ما اسكتش اسكتي 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 هتعمل ايه لو نمت يوم وصحي ولقيت اقرب ملك في الدنيا مش حوالي دي. احنا عايزين نلعب لعبة تانية. نقعد نلعب ايه بقى؟ انا اقول لك بقى نلعب ايه. نلعب ايه؟ يلا نلعب مسلسلات. مسلسلات؟ اه انا بحب المسلسلات. طب نلعب مسلسلات ايه؟ بتاعت رمضان ولا بتاعت شعبان؟ لا نعمل مسلسلات بتاعت بابا شعبان اللي هو في رمضان. اللي هو رمضان ابو شعبان. ايوه نعمل ده اللي هو اسمه ابن حلال. ابن حلال؟ اه نقعد نعمل ابن حلال. طب وانت هتعمله؟ يعني انت هتعمله؟ طب واحنا نتفرج؟ ماشي يلا تعالوا نتفرج. تعالوا نتفرج. لا 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 انا هعمل دول هلا فاخر. لا انا اللي هعمل هلا فاخر. حنان هتجيب لنا العار يا ام جرجس. سيب البنت تتبحبح. تتبحبح ايه يا وليه يا سفلن؟ بقول لك البنت هتجيب لنا العار. يعني ايه المشكلة طيب؟ وانا والله لو في سنها كنت خربتها. خربتيها بشنبك ده يا ام وحبيشة. يا ام وحبيشة الحقي يا ام وحبيشة. ايه؟ في واحد مخبي وشه ومداري نفسه خالص ومستنيكي في الشقة. مين؟ حبيشة. حبيشة مات يا مسكر. لا ما ماتش. مات؟ والله ما ماتش. أنا شفت الحلقة كلها على اليوتيوب. حبيشة عايشة وليه يا موزة؟ طب يلا. والمصحف عايش. حبيشة صاحبي. حبيشة؟ اتوحشت الجو يا ولدي. ايه ده؟ اتوحشت الجو يا ولدي. عامل ايه يا امه؟ الحمد لله. بيقول علي اسود يا امه وشبع الميكروباص المحروم. ليه يا امه خلفتيني اسود؟ يا ولدي احمد ربنا، لو كنت اعتمدت على ابوك لكنت جبت ابيض ولا اسود. عندك حق يا امه. انت ايه الداخلية يا صاحبي؟ الداخلية الداخلية يا صاحبي. ما تقلقيش. الخارجية يا صاحبي. الخارجية يا حبيشة يا صاحبي. ما تقلقيش يما. السياحة السياحة يا صاحبي. ما تقلقيش انت يما، تعالي بس انت الداري. يا مرحب بالدخلية. ايه يا حبيشة عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ يا عم بس مدوخنا، ادينا جبناك يا عم الصايع. اشهد يا اهل عزبة الصعايدة، الدخلية جم لحد هنا وما عملوش حاجة، عادي. واشهدوا اللي مع صعيدي يتورط في سجايره هيفرط. صباح الفل يا باشا. الساعة كام يوم؟ الساعة 7. الساعة 7 ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ السجاير دي مش حلوة. مش حلوة؟ انت كنت هتقول ايه؟ مش انت عايز ايه انت؟ ايه؟ انت هتقتلني ولا ايه؟ لا مش هقتلك. بس ايه اللي في ايدك ده؟ ده مسدس. المسدس حرام. يا عم ما تجنناش. الساعة 7 يا ولدي. الساعة 7؟ الساعة ساعة حج. مش هتموت يا صاحبي. مش هتموت يا حبيشة يا صاحبي. عاصم يا مسجر. عاصم يا مسجر. هموت نفسي يا حبيشة. عاصم يا مسجر. في ايه يا حبيشة؟ في ضرب نار يا غبي. ما تقول كده يا حمار. أنا حبيشة يا صاحبي. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. إيه يا مسكر؟ الحمد لله على السلامة. أنت ما متش؟ لا الحمد لله. طب ماضي كام حلقة؟ 30 حلقة قاعد بتنافس. يخرب بيتك. خد اشرب شاي روق مخك يا صاحبي.
ايه ده ده دلع؟ انا مسكر. الدلع يا حبيش الدلع. خلاص طالما غيرت الاحداث يبقى انت اللي هتيجي معايا الكباريه. هاجي ما اجيش ليه؟ بقول لك ايه يما؟ ايوه يا ولد. هات مسدس غير ده. خد يا ولد. لقيته حنان يا حبيش؟ ايه. اغسل عارك وهتهلا مل عيني منيه. ماشي؟ بتخوفيني ليه يما؟ بتخوفيني ليه؟ يلا يا مسكر. يلا يا صاحبي. حلو المسلسلات ده احنا نقعد نعمل بقى مسلسلات طول الكلاس بقى. لا لا اللعبه دي مش حلوه وحرام ومش هنلعبها تاني. يا عم انت كنت عامل ظابط وكنت ماسك مسدس وعمال بتضرب الناس. لا انا مش عايز اعمل دور ظابط. وانت عايز تعمل دور ايه؟ انا نفسي ابقى اكبر كواش في الوطن العربي. لا لا بجد بجد انا نفسي افكر نفسي وادخل الجنه. وتفكر نفسك ماشي احنا هنفكر نفسك بس تفكر نفسك بره الكلاس ماشي ما تفكرش نفسك جوه الكلاس عشان هتقول المتفكرات هتقول المتفكرات بسرعة تقول المتفكرات خد الرفاهية دي حوالين وسطك اه حوالين رقبتك يلا حوالين حاجة هفكر نفسي يلا روح فكر نفسك يلا بره الكلاس خلصت منه ميال انا زياد افتحوا لي بقى يا زياد انت مش فكرت بنفسك مش عايزينك في الكلاس معانا خلاص ايه ده لا لا افتحوا لي وانا مش هقول لكم حرام وحلال خلاص لا خلاص روح اي حته تانيه غير الكلاس بتاعنا اروح فين مع قطر اتملت اساسا روح تركيا روح اي حته هناك سيبنا هنا احنا مش عايزينك يا سيدي حلوة اللعبة دي؟ خلصنا من زياد؟ نلعب بقى براحتنا لا 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 ثانية واحدة ثانية احنا لعبنا كتير قوي احنا تعبنا يعني نعمل ايه؟ يلا ننام قبل ما